دي ام تي في، اهلا فيكم بالحلقه الثالثه من مذكرات المستقبل مع مذكرات الاستاذ كريم بكرادوني الوزير السابق ورئيس حزب الكتائب سابقا. من بعد ما استعرضنا بالحلقه الماضيه صعود الكفاح المسلح الفلسطيني وقيام مقاومه او تحضير لمقاومه من حزب الكتائب وسائر القوى المسيحيه، راح نفتح اليوم مع الاستاذ كريم بكرادوني ملف الحرب اللبنانيه من اندلاعها لنهايتها. استاذ كريم اهلا وسهلا فيك. وفيك استاذ كريم، شو صحة ما يقال انه انتم كقوى مسيحيه وحتى الجيش اللبناني استعجلتوا وقوع الحرب اللبنانيه؟ في كثير ناس بيقولوا انه الفلسطينيين ما كان بدهم اياها بهذا الوقت، وحتى هن بادبياتهم القديمه بيقولوا انه هيدا اللي صار بمسعى من احزاب اليمين لتصفيه، اذا بتتذكر التعبير، لتصفية القضية الفلسطينية. لا شك أن الفلسطينيين اللي وصلوا على لبنان كان عندهم عقدة التصفية، يعني صارت من بعد أيلول السبعين، أيلول الأسود. طبعا كان عندهم هالعقدة، كما نحن مثل ما هن تصرفوا صار عندنا عقدة بالمقابل، عقدة الوطن البديل، أنه الهيئة، أنه الحل أنه الفلسطينيين يضلوا بلبنان يعملوا لهم دولة أو يشاركوا بالدولة، كمان نحن كان عندها العقدة. بس بالحقيقة ما نحن، يعني لازم للتاريخ نحكيها، مش نحن يلي استعجلنا الحرب، نحن حاولنا تأجيله، يعني أو على الأقل إلغائه، أنه بيضل الحوار أرخص أو أقل كلفة على الوطن، وبيضل التأجيل الحرب عملية. يعني على سبيل المثال اتفاق القاهرة، شو الغاية الأساسية كان فيه؟ شارل حلو قال له للشيخ بيير ما يلي، أو الاتفاق أو الحرب، قال له لا أبنائي الاتفاق. يعني بهيدي كان تأجيل، بس بال 75 ما كنتوا صرتوا جاهزين للحرب؟ نحن بلشنا نتسلح مزبوط ب 73، يعني لما رئيس فرنجي عيط، يعني دعا استدعى الشيخ بيير والرئيس شمعون تيقلون يا شباب، هل من هلا وطلوع ما تتكلوا انه في جيش، تكلوا على حالكم. هيدي الجمله الشهيره يلي قالن اياها، والسبب كان انه ب 73 لو انترك الجيش ما توقف بضغوط عربيه كان انهى الموضوع، اذا بدك سلاح الفلسطيني، يعني مهمة كانت. هو السؤال ان انتو بال 75 ما استعجلتوها؟ لا ابدا، نحن بالعكس بال 73 تبلشنا نسلح، بعدين كنا نسلح حسابنا. اطلاق النار على بوسطة عين الرمان اللي كانت الشرارة، ما فينا نحطها باطار يعني بدء بمواجهة الفلسطينيين؟ ليك اهم شغلة لازم نتذكر، وشغلة يلي نتذكر البوسطة، لكن ما منتذكر ما حدث قبيل البوسطة، قبل ما توصل البوسطة. بدنا نتذكر انه صار اطلاق نار على بيير جميل، على الشيخ بيير، وانصاب مرافقه، قتل، يعني مش بس انصاب، جوزيف ابو عاصي قتل. بهالوقت نزلوا طبعا الاهالي تشوفوا شو في القصة، كلهم شو بدك تكون عين الرماني، كتائب احرار، يعني مين معه بارودي ومين معه فرد ومين معه جفت، هودي نزلوا. واجت بهالوقت هذه البوسطة من محل ما عادة ما لازم تمرق فيه. وانا بدي اقول لك الحديث هلا انا لحقتها، في فوكس فاجن للي مرقت وقوصت بعد ما بنعرف من هي، في فوكس فاجن قوصت وصابت البعاصي، ومن هون ورايح بلش لموصله البوصله كانوا المسلحين موجودين وهوديك عم بهيصوا وحاملين سلاح وريدهم واعلامهم، وقعت الواقع. يعني انت كانك عم بتقول انه اللي بعت البوصله من هونيك هو ذاته اللي قوص بالفولكسفاجن. أنا بعد فتره بعت حدا اللي صاحب البوصله وقال لي خبر الخبريه، اجتمعت فيه انا ما اجتمعت فيه، بعت حدا لأنه يعني قلت أكيد ما بده يحكيني، يعني ما لح يخبرني هذا. بعت حدا لأنه تعرفت أنه عنده حدا بيعرفه هذا، خبره أنه هو ما كان بده يمر من هناك، لأنه قايلين له جيش وكذا اللي بده تروحوا من تل الزعتر للمنطقة الغربية
هيدي استعملوا الطريق من خارج ابدا هيديك هيدا قالوا اليوم احد وما في حدا وما تدورنا يلا مشي من هون حدا من برا ولا من القلب من اللي كانوا مع بالبوسطه اي يلي بالبوسطه اللي كان مسؤول عنه قال له يلا امرق من هون يوم الاحد مش محسوبه ما في حدا امرق هيدي طبعا وصلوا ليك مرات الصدف افظع من المؤامره يعني مرات بتصير صدفة أكبر من استعدادات بحكم علاقاتك مع الجانب الفلسطيني نحن يعني عم نحكي صرت أنت بعد 7-8 سنين العلاقة مع أبو عمار والقيادات الفلسطينية ما كانت بتنلم؟ أنا للي جمدني ما أعمل اتصالات هو القرار السريع يلي أخدوه أبو عمار وكمال جنبلاط عزل الكتائب اعتبرت انه عزل الكتائب يعني رح اطلبهم ما يردوا علي شو بدي من هالشغله هيدي هلا مع الوقت في الكولونيل دحداح لعب دور مهم لازم مدير الامن العام نعم مدير الامن العام كان عرف كيف عرف شو القصه واجا قالنا لازم تسلموا حدا بالاخر يلي لقى الحل هو ليش عم بقول لك الكولونيل دحداح هذا هو لقى الحل قال لي عمي سلموا لي الي ثلاثة أنا بعرف إنه هو ما لهم علاقة هو يضلوا عندي وما حدا بياخدهم من عندي بس منبلش نقول إنه بلشت تنحل المسألة بتسليم هو والتحقيق معهم وأنا اللي حرد لكم إياه فهيك رتب الوضع لما ترتب الوضع هيك وما صار العزل صار في شيء مهم إنه سوريا عزمت الشيخ بيير كسرت العزل بخمسة كانون بس نحن عم نحكي علقة الحرب ما كانت بتنلم من وراء من بعد التسليم أنا برأيي واحدة من المحاولات لتشعيل الحرب قبل نيسان هي صيدا معروف سعد أوكي نحن يعني عم نحكي انلمت بعد معروف سعد توفى معروف سعد انلمت علقة 13 نيسان ليه ما انلمت لأنه أنا برأيي كانت أضخم من قصة معروف سعد واثنين ما كان في رغبة كان في رغبة حقيقية اعتقاد حقيقي أنه من سهولة بنعمل حرب مدة قصيرة وهيدي سأل كمال جنبلاط سأله لأبو عمار قال له قديش بدك يعني قديش بدك وقت تفوت على الشرقية قال له أسبوع لعشرة أيام يعني وأبو أياد ما هدى حاله قال ما طريق فلسطين تمر بجوني يعني مجبورين ناخد جوني على أساس طريقة بتوصل على فلسطين ما كبرت لامت لمليت لأنها كبرت وأنا برأيي كان في رغبة عندهم أنه يضربوا خلينا نقول الحزب الكتائب بصوره خاصه والسلاح هذا يرتاحوا منه ويريحوا راسه لانه عندهم العقده هني كمان يقال انه الامريكان كانوا من بعد قصه فيتنام ما بدهم يتورطوا وانه بدهم القوى المسيحيه تعمل تنازل فلذلك ما ساعدوكم بولا شيء لا مش بس هيك كانوا الامريكان ضد قصه موقفنا انه ما منقبل بالتوطين أنا برأيي الأمريكان كيسنجر كان مقرر وسياسه استمرت طويلا يعني كان مقرر أنه منحل المسألة بتوطين الفلسطينيين بلبنان أو بعمل دولة فلسطينية بيتقاسموا دولة مسيحية ودولة فلسطينية كانت هذا التفكير هلأ هذا التفكير أثر مباشرة على الموقف بس ما عندنا وثائق بهذا الإطار عندنا وثائق لانه الوثائق اللي طلعت حديثا بتفرجي انه يعني ما كان بده تنهار الدوله اللبنانيه ما كان بده تنهار بس هو برايه انه في هو كاتب انا شو بدي من الوثائق انا مذكراته هو قايل بشكل واضح انه في شعب زايد ودوله ناقصه بدنا نلاقي لهالشعب الزايد دوله وين هي الدوله لبنان كله أو نصه هون ما طبعا هون ما عنا وثائق بس فينا نقول إنه كان مع توطين على الأقل توطين الفلسطينيين بلبنان وأعطائهم ومع الوقت أعطائهم جنسية وإنهاء الموضوع نعم بس حتى بهيداك الوقت مش بس الولايات المتحدة عندك كل أوروبا الغربية كانت متعاطفة مع الفلسطينيين أكثر من كون
لو كان في عقل بارد خلينا نقول وبارد وبادر الى اعطاء الاصلاحات المطلوبه، مناصفه بالبرلمان، اعطاء بعض الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء، هل برايك كان ممكن تفادي النزاع؟ انا اعتقادي انه لازم كنا نعمل اصلاحات، وانا كنت مع الاصلاحات، والمناصفه ان كنت بعتبرها شغله طبيعيه. انا كنت يعني بهذه المساله انه الى جانب القوه العسكريه والصمود اللي هو اولا، في ثاني شيء مظبوط يعني هذه الجمهوريه محتاجه الى اصلاحات بمعزل عن الحرب. يعني انا كان وجهه نظري انه لو صارت قبل الحرب تفدانيها للحرب برايك؟ ما بعرف، هذه عم نروح على افتراضات. بس انا كان عندي مطلب انه نلبي، وهلا تلبى نسبيا عدد من المسائل، الرئيس الفرنجي لبى بالوسائل سركيس هذا، وبالرياض والقاهره مع الرئيس سركيس تلبى عدد كبير من المطالب هذه. انا كنت مع هالمطالب، بس هذه المطالب ما وقفت الحرب. انت بهيداك الوقت ما جربت بين نيسان وكانون تعمل شوية اتصالات مع أصدقائك الفلسطينيين ومع أصدقائك السوريين؟ يعني يقال يعني لأنه علام منارك بخبر أنه كان عندك علاقة خاصة مع أبو حسن سلامة، مظبوط، وأنه أنت نصحته يحمي المصالح الأمريكية. لا هيك بيقول، هيك بيقول منارك. لا أنا ما مش منتبه شو قال منارك، بس أنا كنت بهمني العلاقة مع أبو حسن، لأنه أبو عمار قال لي إذا بدكم شيء من بعد اندلاع الحرب، إيه من بعد بال 75 76، أنا عم بحكي عن هالفترة، هذا كان أبو عمار يقول لي إذا بدك شيء في تعليمات، أنا كل التعليمات أعطيها لأبو حسن. أبو حسن، وأنا كانت علاقتي هو أبو حسن كان إذا بدك كمان منفتح، يعني مش من النوع يلي ضارب فريمات وجاي غصب عنه مبسوط انه ابو عمار كلفه بالوضعيه المسيحيه. لسبب لمن وحده من الشغلات كانت عند ابو عمار، مش عندي، عند ابو عمار تحسين العلاقه مع الامريكان. هلا صار انه مش نصيحتك يعني هيدي؟ لانه هو بيقول منارك انه قال له كريم بكردوني قال له لابو حسن حمول المصالح الأمريكية بعين المريسة. هقول لك شو قلت له. أنا لما صار في هجوم على السفارة الأمريكية وصار في هجوم أما هذا، كنت عم بقول له، قلت له لأبو حسن هذه نظرا للعلاقة اللي كانت موجودة، أنتم ما فيكم تضلوا بحالة قطيعة مع الأمريكان، هذا الكلام اللي استعملته، وأنتم لازم بمرحلة تانية أنتم تحمون مثل ما نحن حاميين منطقتون، ما حدا بيجي صوبة مكان هيدي، مثل ما في السفارة الفرنسية كمان بيوتون ودبلوماسيين وهيدا، انتوا لازم تعملوا ذات شيء حتى نقدر نحكي مع بعضنا بدون ضغوط او بدون تعليمات. انا هيدي كان اللي قلت له اياها لابو حسن، تلقط بالفكرة ابو حسن. هلا شو صار؟ صار قرار انه يحموا السفارة الغربية، صار في تواصل، ما كانوا يعملوا مباشر، كانوا حاطين واحد ليك قديش، لدرجة الأمريكان كانوا يخافوا من إسرائيل، لأنه إسرائيل كانت بال73 ممنوع تحكوا مع منظمة التحرير، يعني واحدة من البنود نهاية الحرب ممنوع الكلام مع معهد. وصل وقت صار أبو حسن عنده من جماعته ناس حاميين ما معروفين انه هودي فتح او منظمه، هن اللي يتصلوا بالامريكان، والامريكان كانوا يرتاحوا لهالطريقه مشان اسرائيل عم بينفذوا القرار او المطلب الاسرائيلي بانه لا يجوز العلاقه مع مين كان يعرف؟ انا برايي هذا المطلب مش بس للي نحن عشناه قصه السفاره، انا برايي ابو عمار فهم من 73 وطلوع انه في امريكا وبس وراح للاخر. طيب استاذ كريم، يعني مع مين كان يغطيك؟ يعني انت عم تحكي ذبح على الهويه ماشي، حرب إيه؟ فلسطينيه اذا لقطوا حدا من الكتائب جرجروه بالشارع، الكتائب اذا لقطوا حدا من الفلسطينيه جرجروه بالشارع، كيف كنت تحكي مع هود الناس ولا تخشى
أن يشكك بك. هلا أنا شي مرة حدا شكك فيك بحياتك بهودي القصص؟ مباشر لا. بس بالغير المباشر كنت أسمع كلام، خاصة يلي برات إذا بدك المكتب السياسي والدائرة الضيقة. والدائرة الضيقة اللي كانت عارفة. أنا من أول الطريق قلت لهم أنا عندي علاقات بتصرفكم للشيخ بيير بشرف، لما بدكم استعملوا ولما بدك قلوا لي روح اقعد بالبيت ما بدنا اياك، انا مستعد، لانه هذه العلاقات انا ولا ماليه ولا فيها منفعه شخصيه، فيها علاقات قناعه انه نحن لازم نلاقي الحل السياسي لبنانيا. لسبب كان انا ما اعمل شيء بدون مراجع الشيخ بيير بالحقيقه اساسا، وكنت كمل راجع الشيخ بيير، كنت راجع أمين وبشير بكل مرة بالـ75-76 وكل مشوار وكل مرة وكل هيدي كان حطهم بالجو، كان من جهة تانية راجع الرئيس شمعون وداني. أستاذ كريم، بعد الخط اللبناني أو الكتائب الفلسطيني، بذات الوقت كان في خط الكتائب السوري، وأيضا كانت سوريا بهداك الوقت داعمة للحركة الوطنية وعدو للفلسطينيين أو لأبو عمار بالتحديد، وعند فرق اللي بتدور بفلكة. كيف فتحت هيدا الخط؟ رجعت هل انقطع كليا مع اندلاع الحرب؟ وكيف فسر السوريين لألكون دعمهم المطلق للحركة الوطنية؟ لحلك ايه سؤال بمحله. أنا بال 1972 بتصل في عاصم أنصو وهو بيفتح لي الطريق إلى سوريا. إذن هاي أول واقع. هلأ نحن لما رحت على سوريا أنا كنت حامل مشروع أطرحه على السوريين، هو أنه يعني فكرة، طبعا ما كنت عم بستعمل هالتعبير للي طلع بعدين هيدا، أنه أمنكم من أمننا وأمننا من أمنكم، ما فيكم أنتم تضلوا تتفرجوا وتكونوا فريق. مين هن؟ سوريين. انا كنت عم بحكي كنظام ولا كعلويين؟ لا 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 كنظام. انا ما ليك ما حكيت ولا مره معهم كعلويين، لانه كنت عارف انه هذا نظام قائم هذا، وكنت احكي مع عبد الحليم خدام وحكمة الشهابي اللي مش علويين، يعني اتعمد في كان محمد الخولي وهيدا بقى، كنت واضح معهم انه ما فيكم تتركوا حرب لبنان وانتم تتفرجوا عليها، بدكم تفوتوا تدخلوا لوقف الحرب. يعني الحرب مبلشة عم يدعموا هن الحركة الوطنية والفلسطينيين رغم خصومتهم أو نقزتهم من أبو عمار. أنت لما فتحت العلاقة معهم أو لما استمريت فيها، شو حملت طرح وشو كان مبرر دعمهم لأبو عمار أو للفلسطينيين والحركة الوطنية؟ نحن ما عندنا دعم خارجي، وهذا الحقيقة كانت، لأنه جربنا شيء مع الأمريكان ما طلع شيء، جربنا مع الفرنسوية، جربنا الألمان مثلا كانوا يعطوا مساعدات بمرحلة جاية لاحقة، بس بهذه المرحلة ما في دولة كانت عم تساعدنا، وبوجنا في دول مش دولة، يعني في الدول العربية مجتمعة زيد حط فوقها الاتحاد السوفيتي هودي عم نواجههم هذا ضد الفلسطينية. أنا كان اعتقادي وقناعتي إنه إذا ما في فات الدولة تحل المشكلة أمنياً، لأنه الجيش ما عاد، يعني عطلوا الجيش بشكل إنه قصموه وصار الجيش غير قادر إنه يستلم الأمن. هي كمان بس بهالصورة بلاش تفكر بضرورة إنه كسر الطوق. دولة تقدر، دولة تفوت تقدر توقف الحرب وتكون هي معنية بالحرب. واحدة من الشغلات كنت عم بقول لهم إنه نحن المسيحيين ما عندنا خيارات كثيرة، أو أنتم بتساعدوا أو إسرائيل، ما عندنا خيارات. وهي خرطة براس الرئيس حافظ الأسد، خرطة براسه، وكانت نظريته أنه ما بدنا نخلي المسيحيين يروحوا إسرائيل. هذه كان يواجه فيها العرب اللي كانوا يقولوا له ليش أنت عم توقف ضد الفلسطينيين، يقول لهم لأنه ما بدي أترك نص لبنان يروح يصير بإسرائيل. أستاذ كريم، إنه أمام هيدا الإقفال التام، يعني الدول الأوروبية كلها ضدكم، الدول العربية كلها ضدكم، نص اللبنانيين ضدكم، سوريا، إسرائيل كان بعد ما فاتت على الوضع،
مش جنون خوض الحرب؟ ما كان لازم تفكروا انه بشيء ثاني؟ ما اخترنا الحرب بالحقيقه، حتى اذا لو نحن هادي ما اخترنا الحرب، نحن كنا عم الاخر دقيقه عم نفكر انه بكره بيروح الرئيس، لانه هيك كانوا هن يطرحوا انه ما بدنا الرئيس فرنجيه، نحن نقول بدنا اياه لاخر دقيقه من عهده. طيب انا كنت فكر انه بكره لما بيروح الرئيس الفرنجي لازم توقف الحرب، خاصه رح يجي الرئيس سركيس يلي هو منفتح على الجميع. هيدي راح الرئيس الفرنجي، عملوا الرئيس سركيس مثل ما عملوا الرئيس الفرنجي. هلا رح نفوت بمرحله الرئيس لسبب سركيس. لسبب انا اقتنعت انه مش المساله اصلاحات ومساله توطين الفلسطينيين في لبنان، و الفلسطينيين عن وعي او دون وعي عم بيعملوا عم بيوسعوا. اولا بلشوا بفتح لانت، يعني بلشوا من الجنوب اول ما انضربوا بايلول الاسود بالاردن، اجوا على الجنوب فتح لانت، بلشت فتح لانت من الجنوب، من اقصى الجنوب صارت بيروت بصبره. يعني خلص انا فهمت انه في مشروع لا شك نحن مش جزء منه، ويمكن عم نحاربه، ويمكن في جزء من الفلسطينيين مش جزء منه كمان، ولازم لسبب أنا كنت فاتح الحوار على أساس أكيد في فلسطيني ما مصلحته يقاتل المسيحي، مصلحته يروح يقاتل إسرائيل يرد بلده. إيه يعني طب اللي كان عندك علاقات مع كل الجانب الفلسطيني مع جبهة الرفض ولا بس منظمة التحرير؟ ما أنا ضليت منظمة التحرير وياسر عرفات وأبو حسن سلامي، يعني مكلفه هذا، لأنه أنت لما بتوسع بيصيروا يعتبروا أنه عم تتدخل بشؤونهم الداخلية. مثل ما أنا كنت أنصحهم كمان الفلسطينيين إنه شوفوا كل الأحزاب، مش إنه لأنه أنا كتائب شوفوا الكتائب فقط، شوفوا الأحرار، شوفوا بقية، يعني هني كانوا الحزبين هيدا، شوفوا كل القيادات المسيحية، شوفوها طلعوا عند البطرك. أنا كنت هلا كانت نصايحي ياخذوا فيها، لازم أعترف إنه لما نقولها لا، وهو ما كنت أعملهم بالإعلام، يعني كنت احكي مع ابو عمار قال له انت ليه ما بتطلع عند البطرك، ليه ما بتبعت حدا عند البطرك هذا احكي واكد له. شو رهانك على هذا الكلام؟ ليه بدك تنصحهم؟ كان بدي انصحهم تا فكره توطين ما تضل قائمه فيهم، وانه هن شغلتهم يعملوا دوله فلسطينيه وصراعهم يكون مع دوله فلسطينيه. هلا مع هيدي بتكون دوله تشبه النموذج اللبناني. كنت دائما اقول لهم انه ما تهدموا النموذج هذا، النموذج التعايشي يهودي اسلامي مسيحي اللي عم تفكروا فيه واللي عم نقترحه، اللي ابو عمار مشي فيه. لما راح ابو عمار على الامم المتحده اعلن ذلك، يعني كان واضح بهيدي، يعني دوله ديمقراطيه التعايشيه. لسبب انا كان همي انه يصير توجههم نحو اسرائيل ونحو اقامه دوله تنقدر، يعني وقتنا وقت تعدى العدد الفلسطيني 500,000. 500,000 نحن كلنا سوا 3 ملايين. إيه يعني كانوا ما فيك هذه شعوب، صار في شعب كامل موجود على ارضك. لسبب كنت همي انه، وبعرف انه عسكريا ما رح يقدروا يحلوا، يعني هول العمليات انا كنت ضدها، وكنت هيدي اعلنها. العمليات اللي كانوا يعملوها الفلسطينيين يضربوا صاروخ على اسرائيل تيجي تهدم قريه اسرائيل، هيدي خسرانين نحن. طيب لما رحت على سوريا كنت يعني عمليا فقدت املك او طموحك بانه تقنع الفلسطينيين يطلعوا صوب اسرائيل؟ انا لما رحت على سوريا ما رحت ضد الفلسطينيين، تقول لك بصراحه انا رحت قلت له، وانا من اول اجتماع مع رئيس الأسد قلت له أنا علاقاتي جيدة جدا مع أبو عمار اللي ما بتحبه، بس أنا ما في أمشي ما أشوف. كان دائما يقول لي اللي هذا ما تصدقه هذا، قلت له أنا بعرفه بس أنا ما في ما أحكي معه، هذا بوجهي كل النهار. بدك تعرف أنه أنا صديق لأبو عمار. طبعا ما كان ينام عليها أبدا، ينبسط فيها يقول لي شو بدك فيها وكذا. هلا شو كنت قل له؟ دور السوري يوقف الحرب، لأنه يعني ما لقينا ولا فرنساوي يجي ولا أمريكي يجي ولا إيطالي يجي، ما لقينا حدا يجي يوقف ولا عربي يجي، لأنه يعني جربنا أنه مصر تعمل شيء
ما عملت شيء. السادات كان عم بيروح باتجاه آخر، عم بيحل القصة مع إسرائيل. بقى أنا لما شفت هيك قلنا بدنا قوة تيجي توقف الحرب. يعني تقريبا تزامن هيدا الأمر مع طرح كاظم الخليل والرئيس شمعون حول الدولة الفيدرالية أو كونفدرالية لبنان سوريا. أنا ما كنت مع، بدي أعترف لك أنا لبنان. ما كنت معه، بس طبعا الرئيس شمعون شاوروكم فيها؟ حكوا مع الشيخ بيير وصار في اجتماع للجبهة، اجتماع كبير موسع كان، وطرح موضوع الفيدرالية والكونفدرالية. أنا مع الرئيس شمعون يمكن مرة أو مرتين فقط هيك معه، والرئيس شمعون بهالنقطة؟ إيه ولا طارش قابله كتير؟ إيه طبعا هيدا، بس بهالنقطة أنا كنت أقول له أنه خليك على الصيغة أنت ابن ابن تقريبا طرحهم كان مثل طرحك أستاذ كريم، انه كيف فينا نجر السوري يتدخل يغير تدخله بلبنان. يعني هون خليني اسالك انا، هل طرحكم وطرح الرئيس شمعون بموضوع الكونفدراليه هو لاغراء سوريا تتدخل بلبنان وتغير تحالفاتها، ام ان الرئيس حافظ الاسد باستراتيجيته بالتدخل بلبنان كان ناطر اللحظة يلي بس تخافوا من الفلسطينيين تفتحوا لقلو؟ لا، الحل التاني بالتأكيد. ما كان كتير، لازم اعترف لك يعني، لأنه هيدي صار، ما كان كتير بهم حافظ الأسد قصة الكونفدرالية والفدرالية، ما كانت هيدي. هو فكر خلص صار بالمعادلة. بس انتو قنعتو يغير تحالفه، ولا هو برأيه شواكن واجا وقت قطفكن تركضوا لعنده؟ هو وقتنا وقت كان متحالف وعامل رهان على الفلسطينية وعلى منظمة التحرير. لما اختلف مع أبو عمار وقرر أنه يتدخل بلبنان، يعني تدخله في لبنان هو قرار سوري. هلأ نحن اشتغلنا عليه، بس هو مقرر قبل، بس هو مقرر يمكن قبل أو بعد ما بعرف. يعني مثلا أنتوا لو ما فتحتوا عليه شو كان رح يعمل؟ يعني هو خنقكم ركبته، طيب انتو لو ما تفتحوا عليه شو كان ممكن تكون خياراته؟ كان رح يفوت على كل الأحوال، بده يفوت كل الأحوال يفوت هيدا. وكان من الجهة الثانية كمال جنبلاط عم بيعمل حسابات خطأ هيدا، يقول انه ايه اول ما بدها تتحرك اول دبابة من على المصنع رح تطلع على الإسرائيلي تضربه. رهان خاطئ، بس كان مقتنع فيه، مدري مين قانعوا فيه. ولسبب السوريين شو عملوا؟ ما فاتوا ضرب واحد، وما فاتوا بناء على طلب حدا، بلشوا يعملوا خطوة ورا خطوة، فاتوا على البقاع، على نص البقاع، بعدين فاتوا على صافو، إذا متذكر أخذوا وقت توصلوا على بيروت هيدي، بعدين توقفوا بصوفر، من بعدها نزلوا قعدوا على بحمدون وعلي، من بعدها تنزلوا على أطراف بيروت. يعني هو كان حافظ الأسد يدخل يفوت، يعني يستعمل الجيش، جيش التحرير الفلسطيني اللي هو سوري، يستعمل الجيش، هو جيش، هو هذا يستعمل، بعدين صار جيش وهو يعني كانوا يلبسوا ويغيروا اسماء وكذا. ويا بشاري الاسد، حافظ اسد كان ماسك اللعبه، كان يعمل خطوه ويوقف للمفاوضه تشوف شو بده يعملوا، ويقلنا اجتمعوا، يقول لهم للحركه الوطنيه ولل فلسطينيين اجتمعوا مع الجبهة تشو اتفقوا على شيء. إذا اليوم بعد 40 سنة دخوله كان دخول هو مقرره، وكان هو موقته مش بس، وكان هو عمل له حدود انه اذا منوصل على صوفر ومنوقف هونيك عال اذا بتنحل هيدي. هلا الاسرائيليين كانوا كمان قابلين نوعا ما، هذا ما سمي في حين الضوء الأصفر للي كان للي كان ما يسمى العلاقات غير المباشرة. كان يلعب هو يعرف حدوده، أنه وين إسرائيل ما يمس فيها. وإسرائيل كانت لما تهجم أو تعمل العملية ما تقوص على واحد من الجيش السوري. انتبه يا أستاذ كريم، الخصم الثالث الداعم للحركة الوطنية البعث العراقي، أمتى فتحت عليه؟ البعث العراقي فتحت عليه بالـ 74 يمكن أول مرة،
وكان في البعث العراقي، يعني كانوا ما تنسى انه لبناني هالبعث العراقي، هلا اللي كانوا هون لبنانيين، يلي فسروا لي انه انا مطلوب انه يحكوا معي، بدهم يعرفوا شو عم بعمل مع سوريا، وبدهم يعرفوا قديش نحن مرتبطين بسوريا. انا جاوبتهم باللي عم بيصير بالضبط، خبرته القصة زيتها، قلت لهم انا رغبتي اذا بدكم انتوا جيتوا وحكيتوا معي، بس انا رغبتي انه يا ريت في يروح على العراق، مش نحكي بس هون، يا ريت في يروح على العراق. وكيف في طارق يعني اي سنه رحت اول مره على العراق؟ هلا اللي رحت اول مره ب 78. مؤخر يعني. مؤخر. طيب بس انت يعني كانت علاقتك علنيه مع الثلاثه؟ ايه علنيه، والكل طرف متقبل علاقتك بالاخر، كان وكل تا عنده ملاحظاته، بس انا عم شوف مصلحتي. يعني المصلحه الوطنيه كانت، يعني في انا كان همي مسيحي على لبناني، هلا هني همومهم اطول اكبر بشغلتهم. اكثر شيء ترتبت العلاقه مع السوريين عسكريا بهيداك الوقت لل 75 76 الانتقال من الدفاع الى الهجوم وإزالة المخيمات الفلسطينية من المنطقة الشرقية. هل بدأ قبل الاتفاق مع سوريا ولا بعد الاتفاق مع سوريا؟ لا، بلش قبل. نحن بلشنا نشكي من المخيمات من قبل حتى الـ75، يعني قبل الحرب، لأنه يعني المخيمات خاصة كان في مخيمين، يعني ما كان هذا، كان في دبي ومخيم تل الزعتر. دبي ما كان مشكلة، يعمل كم شغلة يقطع الطريق، يقطع من اي لوقت لوقت. لا، تل الزعتر وجسر الباشا، تل الزعتر وصلوا وصولهم انه امين جميل كان طالع وقفوه، قالوا له، قالوا انا يعني كان نايبك الاخوي على الاقل نايب يعني هذا، قالوا مينك انت؟ قالوا امين جميل. قالوا له انزل افتح لنا هذا. طبعا امين ما راح ينزل يفتح هيدي تلفان، وكان صاحبي مع ابو اياد، وهيدي يعني وصلوا وصولهم انه يقولوا لامين جميل يلي هو من يلي طريقه طاع على المتن ونايب المنطقه، هو نايب المنطقه، يقولوا له انزل افتح السياره بنشوف صندوقك، يعني يلي الجيش ما بيعملها، يلي عنده حصانه يلي هادي. طبعا هذه قصه امين انا اشتغلت براسي انه اذا هيك بدهم يعملوا مع امين، طيب بقيت هالعالم شو بيعملوا فيه يعني. هلا لما نحن هجمنا يعني خلاص نحن شفنا انه هيدي ما بتخلص بالحكي، بده بس هدو. تقريبا تزامنت مع بدايه العلاقه تبعيتكم مع السوريين، يعني الهجومات بلشت باخر ال 75. مضبوط. يعني كانت اخذتوا ضوء اخضر من السوريين؟ لا، انا لما بلشنا نحن بلش اخذت وقت خاصة تل الزعتر أخذت. هلا يقال إنه ساعدوكم بتل الزعتر؟ لا، كان في سوريين داخل تل الزعتر، سوريين مبعوثين مهدي، يلي لمن بلشنا نحن حصرناهم بحصرناهم إلهم، صاروا هن يدافعوا، يعني كان سكنة عسكرية بكل معنى الكلمة، في كان صواريخ. نعم. صواريخ، وكانوا محوط مناطق داخلية. نعم. كل منطقة منظمة مشان دافع كده لهيدي. هلا نحن لما بلشنا بهالعملية سوريين اجوا حكيونا انه شو عم بيصير، انه السوريين ما كانوا عارفين بهذا، حكيتهم وانا نزلت معهم، اجى محمد الخولي وعلي المدني، انا معهم نزلت لعند امين جميل يلي هو كان عم يدير المعركة هيدا، وامين فسر لهم قالوا نحن ما بدي انا، وهو بالحقيقه هيك صار، انا ما بدي يطلع في قتله غير مقاتلين، وما بدنا نقتل فلسطينيين، بس بدنا نقيم المخيم. اخذوا، ما قالوا له لا ايه ولا لا، هيدا قالوا له يعني المعركه مكمله. قالوا له مكمله. هلا صاروا يسالوا، هلا بيسالوا، كانوا يسالوا زهير محسن أمين ويسألوني، يعني ما كانت علاقاتهم بعد توضطي كتير هذا. أنا بتذكر محمد الخولي يمكن قال لي أو خلصوا بسرعة أو وقفوا، لأنه الوضع العربي ما بيحمل.
هلا نحن عم نفسر اللي بتقولوا لنا اياه، بس الوضع العربي ما بيحمل. اعطوكم ذخيره بهذاك الوقت؟ لا لا ما اعطوا شيء، ما اعطوا شيء. يقال انه طلبوا من زهير بحسن يسحب مقاتليه. ايه طلبوا من كثير، يعني طلبوا جربوا يسحبوا السوريين يلي هن بعتين لجوا، ما قدروا يسحبوا حدا، كان الحصار قوي ما مرقتوا لهم يمرقوا بشي طريقه يفلوا. ما قدرنا. هلا لمن وقف اطلاق النار واستسلموا وزع الصليب الاحمر، نحن فات يعني بعت امين جمي الاشخاص امن انه المدنيين ما يتقتلوا، لانه كانت طالعه الدكويني وجماعه الدكويني والهيدي عندهم قتله، يعني كنا خايفين. كنا خايفين مع انه يظهروا الفلسطينيه ويهجموا هذيك، شاركوا بالقصف السوريين وما شيء ابدا عسكريا. لا ابدا عسكريا، السوريين مره وحده ساعدونا يعني اعطونا سلاح، هي بجزين يعني ما لها علاقه بزيت الفتره لا من بعدها صارت جزين، بس تل الزعتر، هو بتل الزعتر كان عندهم نصايح يقولوا لنا، حتى يقولوا لنا دوليا ما عندكم مصلحه، ابو عمار قادر يجمع مجلس الامن الدولي ويطلع قرار بوقف اطلاق النار وابعادكم وارسال قوات دوليه، يعني كانوا متابعين هذه. هلا نحن ما قدرنا بسهوله نفوت، اخذنا بعد يعني على هلا عن الذاكره اكثر من 50 يوم قضيت طوال 50 يوم كثير. وابو عمار مش موقف الاتصالات، ابو عمار البرقيات يوميه وهيدي والتضخيم، والاعلام اللبناني ما كان معنا كمان، يعني كان فعنا اعلامنا بس الاعلام الاكبر كان يعني السفير وهودي كانوا انه تل الزعتر انه لا يمس. انا بعتقد يعني بنتيجه تل الزعتر بالقليله ما عاد عندنا داخل كمان نقطه ضعف، يعني نقطه الضعف الداخلي كان تل الزعتر، ولسبب لما خلص تل الزعتر صرنا مرتاحين اكثر ان بالمفاوضات وان بالمواجهات. استاذ كريم، كيف أصبحت من فريق عمل الرئيس الياس سركيس؟ يعني أنت كتائبة وبالمكتب السياسي ورئيس مصلحة الطلاب سابقا وعندك أدوار قيادية، هيدا رئيس جمهورية صحيح إجا بدعم من الكتائب، ولكن كيف صرت من فريق عمله؟ إجا شخص قريب من الرئيس سركيس، بتذكر كتير منيح، بتاع شقوتي، رجاء عشقوتي الشاعر والكاتب. نعم هذا اجى لعندي قال لي بدي اعرفك على الرئيس سركيس. رئيس سركيس كان حاكم مصرف لبنان، رحنا كانت يعني 74 قبل 75، رحت لعند الرئيس سركيس، فت لعنده قعدنا، قال لي ليك انا ما بدي كثير جاملك وما بدنا هذا، انا محتاجك. قلت له شو في اعمل لك؟ قال لي أنا هذيك المرة نزلت على الانتخابات خسرت، هالمرة عم بستعد أنزل على الانتخابات، وأنا هالمرة مؤمن مقتنع أنه رح أنجح، رغم أنه كنت قبل في شهابية وفؤاد الشهاب وكذا، حاسس أنه هالمرة رح أنجح، ومحتاج لشغلتين، حدا يفتح لي مع سوريا وحدا يفتح لي على الجبهة اللبنانية. أنت علاقتك مع سوريا جيدة وأنت من الجبهة اللبنانية، وبالجبهة اللبنانية الشيخ بيير هيني رئيس شمعون أصعب. هيك بلشت العلاقة. طيب ولما شكل الانتخابات أو معركة الانتخابات كنت صرت بفريقه؟ طبعاً طبعاً. هلأ بفريقه بمعنى أنه كنت أنا مقتنع أنه لازم يجي الرئيس سركيس، لأنه عنده قدرة على إيجاد حل، وكان محضر مشروع، يعني كان محضر مشروع حل للقضايا اللبنانية اللي هي تقريبا حطها ببيانه ببيان. بس هو لما طلب منك تساعده مع ما سمي لاحقا الجبهة اللبنانية، وركناها الأساسيين كان الرئيس شمعون والشيخ بيير الجميل، كلفك بمهام معينة بإقناعهم للمعركة الانتخابية؟ لا هو اتكل علي.
مش كلفني تكل علي انا اللي من شفت هالقد وقعدت معه يعني اقتنعت منه وسالته عده اسئله ان على المستوى الشخصي بمعنى انه مين بدك تجيب قائد جيش مين بدك تجيب وزير مين بدك تجيب معه بكل التفاصيل اي بعض التفاصيل اللي كانت تجي على ذهني حسيت انه رجل دولي من نوع اول يعني ما يعني صرت تتردد لعنده بشكل اي هذا انا لما كلفني بهالشغله رحت عند شيخ بيير اولا وبعدين رئيس شمعون اصعب رئيس شمعون كان قال لي جملة يعني قاسية قال لي هيدا كاين بكل الجاكيت قدامي قلت له ليش انت هلأ لما انا بوصل بتوقف ما بتبكل الجاكيت مين ما كان ببكل الجاكيت يعني هو بشان يقول لي انه هيدا من خارجه يكون رئيس جمهورية هيدا كان اصعب هلأ انا لما كلفني عملت قلت تعال لازم جبها ما كان بعد في جبها 74 75 ما صار في جبها 75 صار في جبها يعني عم تحكي انت بس بلشت المعركة ليك بلش الحلف اللي ما كان اسمه جبهة بلش الحلف بال 68 يعني وراح رمو قدي ضلوا اثنين بس ضلوا شبه باتصال ما بعرف شو كانوا يسموا اذا كان يسموها جبهة او الحلف ما بعرف هذا بس كانوا اثنين يجتمعوا ويقرروا وكانوا اثنين اصحاب قرار بالوضع المسيحي يعني ويراعوا بعضهم لا شك انا حاضر اجتماعات معهم هي في الموضوع قلت ما زال هيك خلينا نقرب الجبهة من سوريا وسوريا من الجبهة واثنيناتهم يتفقوا ينتخبوا الرئيس سركيس هيدي الخطة تبعيتي لسبب هذه بهاي دقيقة الفترة رحت عدة مرات على سوريا تأقنع كان بدك الرئيس حافظ أسد أول شيء يقتنع لأنه يعني الرئيس حافظ أسد قال لي تعا خليجي تنحكي نحن وياه قلت له الرئيس سركيس انت اللي اشتغلت على الملف مش ضباط الشعب الثاني اللي كانوا مخبيين بسوريا كانوا يشتغلوا انا برايي كانوا شغل بس عم بقول لك شو انا عملت هيدي وشو طلب مني انا بالضبط عملت يلي طلبه الرئيس سركيس هذا وقتها انا بتذكرك تماما قلت له انه مطلوب انه تعمل زياره على سوريا قال لي ما في يزور سوريا المسيحيين قايمين علي بدون مزور سوريا اذا بروح على سوريا ما بقعد لاقي مسيحي يحكي معي هذا رحت عند الحافظ اسد قلت له حرفيا الكلام قلت له ما بيقدر يجي لعندك بخسر هيدا قال لي طيب ما بدنا نعرف شو بده يعمل شو مشروعه قلت له ايه انا فيي قل له وبجيب لك وانا بتذكر لما قلت له مشروعه حط نقاط رئيس سركيس يلي حطهم بعدين باجتماعات الرياض والقاهره لاحقا هذا حط لي النقاط هلا ما كان في عندنا دكتل وما عنده دكتل وكان تندق النقاط وين كنتوا ليش بالكارلتون ببيته كنتوا ببيته هذا هذا بهاي الفتره كان نقل البيت لانه هناك صار عنده مشاكل فالرئيس سركيس لما رحت هيدي رحت عند الرئيس الاسد قلت له هو كتبه بخط ايدي قال لي هودي هيك قلت له حرفيا ريون هيك قال لي انا يعني لاول مره رح ادعم رئيس لبني عربي هو دائما رئيس عربي بدون ما اعرفه متكل عليك انه للي عم بيقولون لانه اللي عم بيقولون عندك بعد هالوثيقه ولا اعطيتهم اياها مو بعرف اذا عندي اياها او اعطيته اياها لمين للسوريين اعطيتهم الورقه اعطيته للرئيس الاسد اعطيت له ما بعرف اذا حامل عنا فوتوكوبي يعني هيدي لانه ما اندقت على المكنه هيدي فظيعه يعني هيدي من الشغلات اللي اول مره عم خبرها لانه ضلت بذهني انه رئيس جمهوريه منتخب الرجال لا كنت عم تطلب دعمه ايه رئيس جمهوريه قبل الانتخاب ولا بعد الانتخاب هيدي قبل رئيس جمهوريه انتخبناه وصل بدو يعمل علاقة مع سوريا ما كان عنده دكتيله منتخب يعني عم تحكي بعد الانتخاب ايه بعد الانتخاب يعني انتخب ايه ما عنده دكتيله كان ما عنده دكتيله ببيته يا عمي يعني انا كهاي مثلا كتير تشجعت انه هذا الرئيس سركيس انه عادة
لما بيصيروا مرشحين للرئاسة وعندهم حظوظ انه يعمل او عندهم حلم او هيدا يا لطيف ما بتقعد تهدي السيارات قدام وسيارات ورا وخبريات. استاذ كريم بعدين كيف صار؟ شو بدي اقول لك شغله كمان مش قايلها قبل، هلا اجت على فكره، لما طلع الرئيس سركيس مشان ينتخبوه بال هيدا وصار في معه اجتماعات مع كمال جنبلاط، تخربطت سيارته. خيلة لمونة خليل عبد النور هيدا بعت له سيارته، يعني عرفت وضعية ليش أنا بقدر إنسان هيدا، طلع من الصفر من أصغر دائرة بهيدا وصل لأكبر دائرة بهيدا بجهده بدون ما ولا يعمل زلمة حدا ولا يعمل مصاري ولا ولا بده يعمل بنوكي واحد. انا اهمية الرئيس سركيس بعتبره نموذج لما هلا بنا رؤساء من هالنوع مع الازمات المالية والاقتصادية الموجودة بدنا ناس والازمات الاخلاقية كمان. استاذ كريم هيدي شوي مقبولة، المش هيك هين واحد يقبلها، انه انت كنت كتائبة وممارس وما عندك مسؤوليات وقريبة من الرئيس سركيس بالوقت اللي كان فيه حرب يومية بين مخابرات الجيش والكتائب، يعني وكان القيادات الكتائب بمعظمها تاخد مواقف سلبية علنية من الرئيس سركيس، كان مخابرات الجيش ومخابرات الكتائب بعملية تصفية حتى جسدية بين مقاتلين. كيف قدرت توفق بهداك الوقت؟ شوف أنا كنت لا شك عم بغامر، لا شك كنت عم بعمله من بعد سؤالك هلا مزبوط مغامرة يعني، وبعتقد أنا إنه كانوا رغم كل هالهيدي اثنيناتهم محتاجين لبعضهم، يعني الرئيس سركيس كان حل وقت اللي يشتموا قدامك الكتائب وقت اللي هو يتشكى من الكتائب شو كنت تعمل؟ كنت جهل ما فوت بهاي، لانه انا كنت اكيد انه دوري انه ينزلوا الكتائب ينتخبوه. لا بنحكي من بعد انتخابه اولا في هذا الدور الاول انتخب. هلا من تاريخ ما انتخبوه وقعد 5 شهور صار في اتصالات، تغير جو حزب الكتائب انه صار في رئيس جمهوريه من بعد ما استلم بين جوني عبدو والكتائب كان في حرب يعني الحبيبه بده يصير في تصفيه او وصوا على الهليكوبتر ما كانت ما ليك قتلوا ناس بالسكنات تبع الجيش مفهوم. صار في كمين للوزير فؤاد لمرافقي الوزير فؤاد بطرس، صار في تصفيه لبعضهم لحلك. كيف كنت هيدا الوقت بهيدا الوقت انا برايي كانت عم تبلشت ليك عمليه الكتائب، لانه نحكي بدي جاوبك على سؤالك، عمليه الكتائب والرئيس سركيس كان في عده وجهات نظر داخل الكتائب. هلا الرئيس سركيس كان يعرف انه في بيير جميل، بس هلا كنا داخل الكتائب في اكثر من فريق، اولهم بشير ما كان مع الرئيس سركيس، بعدين الرئيس سركيس عمل له معركته لبشير، بس عم تحكيني على هاي المرحله مزبوط كان داخل الكتائب في أكثر من طيار، أنا كنت واحد من الطيارة يسموه لي اليساري أو العروبي هيدا، بس كان في أكثر من طيار. وبرأيي إسرائيل بلش كانت تدخل بقوة على موضوع الكتائب. يعني خيار الإسرائيلي انبحث معك؟ لا قدامك؟ إيه كانوا يحكوا قدامي طبعاً. إيه كنت بالمكتب السياسي اتخذ قرار بالاتصال بإسرائيل؟ لا انتبه اصحى تفتكر انه بالمكتب السياسي انحكى مره عن اسرائيل؟ ابدا، انا موجود يعني انا من ايام مصلحه الطلاب موجود بالمكتب السياسي، ابدا. كنا نحكي على سوريا طبعا، انا اعمل كلمه اعمل مشوار اعمل عرض ويسالوني عده اسئله ونجاوب وكذا، ابدا. الموضوع الاسرائيلي كان محصور بالشيخ بيير، ما بعرف مين من المكتب السياسي معه كمان، اكيد بين الشيخ بيير والشيخ بشير جوزيف ابو خليل وكم واحد جوزيف ابو خليل ما كم واحد يلي هوديك عندهم ادوار معينه هيدا، بس كانت محصوره ابدا. يعني خذ مني
انه ولا مره هلا يقوموا يسالوا عن اسرائيل شو عم تعملوا كذا، يجيبون اجوبه عامه اللي هي اجوبه تصحف يعني مش اجوبه قرار. هيدا في حين كان الموضوع السوري الكل يعطوا رايه والكل بهم الامر والكل بده يلعبوا الدو، عرفت كيف؟ الموضوع السوري كان موضوع مفتوح في حين الموضوع الاسرائيلي كان مغلق للاخر.